وللحديث أكثر عن تظاهرات ذوي ضحايا ثورة تشرين في ساحة الحبوب بالناصرية اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد محمد. نظمت منذ ما يقرب من الشهر وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وعدد من ساحات الثورة لمحاسبة قتلة المتظاهرين، واليوم أيضا كان هناك وقفة جديدة لنفس السبب في ساحة الحبوب. بداية، كيف كانت الوقفة اليوم وكيف كانت استجابة أهالي الشهداء معها؟ أخي العزيز، الحقيقة ساحة الحبوب لم تنقطع عن التظاهرات والمطالبة بالقصاص من الشهداء ودماء المجرمين القتلى عفوا، وهذه التظاهرات مستمرة. إضافة إلى هذا، كانت اليوم وفي الساعة 9 صباحا كانت هناك أيضا وقفة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة اليوم كانت هنا في الناصرية أيضا للمطالبة بالقصاص، خاصة بعد اللقاء على أحد القنوات الفضائية المجرم جميل الشمري والحديث عن منزلة جسر الزيتون، والتي استفزت مشاعر عوائل الشهداء وأيضا مشاعر المتظاهرين، جميع المتظاهرين وأنا واحد منهم هنا في الناصرية. يعني الحقيقة يعني كان الكاظمي قد وعد وعود كثيرة، كل هذه الوعود الكاذبة كان المطلب الأول بعد سقوط حكومة عادل عبد المهدي من خلال انتفاضة تشرين وقيام بقتل العديد من المتظاهرين هنا في الناصريه وفي العديد من المحافظات. كان المطلب الاول للمتظاهرين هو القصاص، وكما هو ايضا وعد بان هناك سيتم القصاص وقتل المتظاهرين، لكن مع الاسف نقول نحن لا نعول على حكومه الكاظمي ولا غير حكومه الكاظمي، لكوننا قد جربنا كل هذه الكتل والاحزاب، والكاظمي هو نتاج هذه الكتل والاحزاب الفاشله. لذلك كانت هذه اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه، وغدا سيكون هناك ايضا تظاهره واحتجاج ونفس القيام لعوائل الشهداء بعد ان عرفوا من خلال ما صرح به المجرم جميل الشمري بان هناك قبل اسماء عادل الدخيلي كما هو ادعى بذلك، وان احد الضباط مثل نقيب عمر حسب ما اعتقد، ايضا هذا يعني يعتبر اخبار على الهواء. ما نعرف يعني اين الادعاء العام واين القضاء عن هذه الاحاديث وهذا الاخبار الواضح والصريح من قبل ايضا من قبل جميل الشمري. نعم السيد محمد، يعني انت تؤكد ان الوقفه مستمره حتى يوم غد؟ نعم غدا، اليوم كان الحقيقه غدا ستكون هناك خيام، يعني نصب اعاده الخيام من جديد الى ساحه الحبوبي، وهذه القضيه من قبل عوائل الشهداء ونحن معهم مؤكد على الهواء مباشره، ونحن كمتظاهرين ايضا نساندهم ونقف معهم لكون هؤلاء اولادنا واخواننا، وايضا كانوا معنا في ساحات التظاهر لم نتخلى، وقلنا هذا في عديد من لقاءاتنا. هل هناك فعاليات جديده منتظره؟ هل هناك فعاليات جديدة منتظرة من أهالي الشهداء والضحايا أيضا؟ نعم، الحقيقة هذه المرة ومن خلال أيضا لقاءاتنا مع عوائل الشهداء وأخوان الشهداء بأن هذه المرة هذا الاعتصام سوف لن يكون هناك انشحاد من هذا الاعتصام وهذه الخيام إلا بعد أن يتم الكشف عن كل القتلى وأيضا محاسبتهم، لأن عوائل الشهداء وطيلة هذه السنتين وهم يتظاهرون ويعتصمون بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى الموجودة في أغلب المحافظات العراقية. نحن نقدم أيضا يعني شكرنا وتقديرنا لإخواننا الموجودين، وهذه دلالة واضحة بأن العراق واحد موحد، لن تطيح هذه الكتل والأحزاب أن تشق صفوف هذا الشعب العراقي الذي توحد يزيد هذا الظلم وهذا القتل وهذا التعذيب. وهذا قبل قليل كنت أخبرتكم بأن أحد الموقوفين أو أحد المعتقلين قد توفي من جهه التعذيب، وايضا انا احد المتظاهرين الذي تعرضت لشتى انواع التعذيب في العديد من السجون، مما في ذلك سجن المطار صيت وغيره من السجون هنا في محافظه قطر، واتحدث بالواضح وبالادله وكل الادله متوفره. لذلك يا اخي العزيز نحن نقول مللنا من هذه الوعود ومللنا من هذا الذي يقدم من قبل الحكومه هذا التشويه في المتظاهرين، توكلنا على الله وقررنا مع التضامن مع عوائل الشهداء، وعوائل الشهداء هم الذين يقررون ونحن معهم، هم الذين قرروا بانه سوف يتم نصب خيام في ساحه الحبوبي
بالاعتصام وقد تطور الامور الى العصيان المدني، وقد تطور الامور ايضا الى 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 الاضراب عن الطعام، وهذه كلها حقيقه تم مناقشتها من خلال تواصل مع العديد من المتظاهرين وايضا مع بعض العديد من الاخوه عوائل الاخوه والاخوات من عوائل المتظاهرين. نعم إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط، شكرا جزيلا لك.